بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن
يقول له كن فيكون فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم.